انه نصور الناس اللي عايشين بمر مخايل لانه قليل كثير الناس اللي بيعرفوا هن كيف بيعيشوا وخصوصا هالامبيانس اللي هن عايشين فيها الامبيانس الحلوه. Je suis très contente d'avoir participé à ce projet avec la banque Libano-Française. انه نكون عم نعمل هيدا الشوت بمر مخايل شيء كثير كثير حلو لانه انا صراحه هي اول مره بشوف مر مخايل بالنهار. ما بنشوف الحياه بالنهار العالم الشغل. انا كثير مبسوطه اشارك بهيدا البروجي كوني بحب كثير الفوتو وهيدي اكسبيرينس كثير كثير حلوه انه عم تصور عالم من مر مخايل وسكانها. We're very lucky انه نحن اول سنه جامعه وعم نشتغل على هالبروجي. اكيد رح انبسط انه الصور يكونوا معروضين، انه هيدي كثير اكسبيرينس النا كمان يعني انه نحن طلاب بالجامعه يعني وعم نصور كالبروجي وهيك، فهيدا اكيد شيء كثير حلو. متى ارجع اشوف هول الصور معروضين مع على البي ال اف اكيد كثير حانبسط لانه انا اخذهم حاتذكر الاكسبيرينس. اكيد بنحب نشوفهم على كبير. حلو نشوف انه نحن شو اشتغلنا وهيك، اتس فيري موتيفيتينغ. Grande opportunité, c'est d'exposer mes photos sur le siège social de la BLF. J'ai réussi à capter l'âme car on a pris plusieurs personnes en photo de différents âges, de différentes classes sociales.